النهارده ما في الدول الإسلامية ليس المتناصر أصبح هو بس المضطهد. أنا مش عايز أقول كمان أو لا أتجاوز، يعني إذا قلت إن المسيحي المولود مسيحي مضطهد أكتر من المتنصر، بدليل لو أنت دخلت القشح وشفت كل الناس اللي ماتوا في القشح، ونجح مادي وبرقاص على مدى الطويل، والعديسات والمنوفية وبورسعيد وطنطا. في اللي فاتت وطويله، وفي اللي جاي كمان. يعني اللي بتخطف مسيحي، اللي بتقتل مسيحي. فدي نقطه يعني انا برضه عايز الفت النظر فيها. طبعا المتنصر ده انسان مؤمن، والسماء تفرح بخطأ واحد يتوب، ولكن مش عايزين برضه. يعني النهارده احنا عايشين في زمن مش بس المتنصر اصبح مضطهد، ده المسيحي مضطهد اكتر من المتنصر. الإسلام ما يقدرش يعيش في الجو الديمقراطي، الجو الحر. يعني النهارده يعني زي ما بيقول الأخ نادر أبونا زكريا أستاذنا وحبيبنا ورئيسنا، وإحنا كنت يعني متلمذ عيده من مصر. أبونا زكريا بيعمل إيه؟ بيقرأ صوت عالي. أبونا مرقس عزيز بيقرأ صوت عالي. ما جابوش حاجة من عندهم، وما جابوش كتاب كاتبه مثلا نادر فوزي أو عن الإسلام أو نبيل أسعد من المسيحيين عن الإسلام. بالعكس، ده كل قراءاتهم وكتاباتهم كلها من كتب إسلامية، من القرآن، من الأحاديث، من تفسيرات إسلامية. فهم بيتصدموا من الحقيقة. هم رسموا للإسلام صورة في خيالهم، صورة البطل الفارس اللي راكب حصان ومعاه سيف وبيطلع تملي يعني يجري ورا الحق. ده في الخيال. لكن الواقع لما بيعرفوه بيصطدموا، بيديلهم صدمة عصبية وابتدوا يهاجموا. وأنا عايز أقول كلمة، إنه الـ يعني أنا مش عايز أقول مثلا شطيت في عن السؤال، بس أنا عايز أقول كلمة، إن المسلم نفسه هو اللي بيهاجم الإسلام. يعني دكتور محمد عمارة النهاردة مطلع يهاجم أبونا زكريا، أو الأزهر يهاجم أبونا زكريا. طيب بتهاجموه على إيه؟ طب كده يعني هم اللي مش معترفين بالإسلام. يعني انا مؤمن بحاجه باخدها كما هي، باخدها كواقع، مش محتاج ان اجملها، مش محتاج ان اعمل لها مكياج عشان انت تقبلها وغيرك يقبلها. انا اقول الحقيقه بتاعتها، وبعدين انا واثق ان ده صح، واثق ان ده حاجه نظيفه، انت عليك تقبلها او ترفضها. الاسلام لو تركوا الحريه للمسلم ان يغير عقيدته، او لو شالوا الدين من البطاقه واخد بالك، وسابوا العلاقه البشر بينه وبين ربنا يؤمن بما يريد، الاسلام هينتهي. والاسلام عشان كده مش هيشيلوا الدين من البطاقه. يا استاذ نبيل، ما هو لو شالوا الدين من البطاقه زي ما انت بتقول، يعني لا قدر الله الاسلام ينتهي. طيب الحاجه الثانيه، ما هو لو شالوا الدين من البطاقه، طب ما بحث امن الدوله هتلاقي شغل في ايه؟ هتبقى عاطله، هيقعدوا في البيت. طبعا، ما هو في قسم النهارده في 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 امن الدوله، قسم مخصوص، وانا عاصرته يعني، وحقق معايا فيه اسمه القسم الطائفي. طيب استاذ نبيل، نعم، قبل ما نخش في القسم الطائفي، الاستاذ نادر ذكر ان الكتاب اتشتموا عشانه، وقالوا ان الكتاب بيعمل ازدراء اديان، ولم يذكروا كلمة واحدة من التي جاءت في الكتاب. طيب هل ازدراء الأديان بيسري على المسيحية والإسلام، أم يعني زغلول النجار ومحمد عمارة وإسلام أبو عبد الله، ولا عبد الله وإسلام، ولا اسمه مش عارف إيه، واسمه العوة، كل هؤلاء الناس عندهم حصان؟ نعم، واللي بيموت بيطلع غيره. يعني كل الناس اللي بتشتم في المسيحية دي، ما هو في نقطة أنا عايز أوضحها. لما نادر فوزي كتب كتابه ما جابش حاجة من عنده، جابه من الواقع، جابه من الواقع الإسلامي. منظور الإسلام في الإسلام بيقول إيه؟ سمع إن واحد مسيحي اتضرب مات، سمع 100، سمع 500، جاب التاريخ الأسود بتاع الإسلام كله وحطه في كتاب، الراجل ما جابش حاجة من عنده. عشان كده هو الكتاب ده لما حبوا يحاكموا هذا الكتاب،
الخنزير ولا بد ان تاخذ القصاص منهم، وان كل من لا يؤمن بمحمد يتجه بالقتل. احنا يعني هو الكتاب ده بيوضح حقيقه، والاسلام يرفض الحق زي ما قلت لحضرتك. ازدراء الاديان جاي على المسيحيه. يعني النهارده انا ما عنديش مشكله ان محمد عماره يطلع يقول لك المسيحيه كده وكده وكده، بس بشرط تكون من الانجيل. لكن هم النهارده بيجيبوا كلام من عندهم في الاسلام على المسيحيه. ما ينفعش انت ما تحكمش على 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 المسيحيه بكلام انت بتقوله. انا غير مسؤول على تفكير. يعني اذا كان تفكير المسلم تفكير يعني منحط ومنحل ومتخلف، ما تحاسبنيش عليه. يعني المسيحيه ما تؤمن باله واحد، والكتاب المقدس كله بيتكلم على اله واحد، وقانون الايمان بيتكلم على اله واحد. لما يجي مسلم يقول لك المسيحيين بيؤمنوا بثلاث الهه، معلش يا استاذ نبيل، هتحاسبني على واحد متخلف؟ معلش هنسيب النقطه دي دلوقتي، وعايزين نتكلم مع الاستاذ نادر فوزي في نقطه ثانيه. استاذ نادر، حضرتك الاستاذ نبيل ذكر الاحداث اللي حصلت في مصر، نجع حمادي، دير ابو فانا، الكشح، الى اخره. بوصف حضرتك المتبان اكتر واحد تبنى قضيه الكشح وما زالت على الموقع بتاعك لحد النهارده، عايز اسال حضرتك عده تساؤلات حول الكشح. هل الكشح قضية طائفية أم قضية طار؟ وهل الدولة والرئيس حسني مبارك ما سمعش باللي حصل في الكشح ولا سمع؟ وهل الأحكام التي صدرت ضد قتلة الكشح أو ضد من استشهدوا في الكشح أحكام عادلة تمت لأي دين أو أي أخلاق؟